بين الفن والنجومية كما بين السماء والأرض. الفن هو الحرية والانطلاق والإبداع والوجود الفعال بين الناس، والذي يستمد منه الفنان قدرته الدائمة على تجديد عطائه الفني وبث الروح بداخل وجدانه لشحذ مكانته الإبداعية بصفة مستمرة. ضيفنا اليوم من النجوم الدراما السورية العربية، وله من الأعمال الدرامية الكبيرة ما تؤهله ليكون واحدا من ألمع نجوم الدراما السورية العربية. هو واحد من الفنانين القلائل الذين أبدعوا في أداء الأدوار التاريخية والمعاصرة على حد سواء. هو الحائز وبجدارة على جائزة أفضل ممثل عربي، وله مشاركات واسعة وحضور مميز في المهرجانات الفنية العربية وحتى العالمية. بيسعدني الترحيب بالفنان المبدع عابد فهد. أهلا وسهلا فيك ببرنامجنا لمع الأف أم مع مجيد وسلوى من إذاعة تطاوين التونسي. مساء الخير. مساء النور، وتحية لكل المستمعين، وتحية لك سلوى ولأخي مجيد. شكرا. وشكرا لهذه المقدمة يعني المربكة حقيقة. عابد مساء النور. شكرا. سعداء جدا طبعا الليلة بمصافحتك في لمة على أفام، تطلع علينا مباشرة من لبنان، ونعرف أنه العمل متواصل، يعني عندكم تصوير وعندكم الفترة هذه مشغول، وأحنا نحب نعرف جديد وأخبار عابد فهد. مرحبا بيك. مرحبا بكم. وبدينا تصوير من حوالي شهرين الحقيقة، وعمل يتكلم عن الذاكرة و العقل، وقدي ممكن الإنسان يكون إيجابي بهذه الحياة من خلال الذاكرة ومن خلال التراكم اللي بيعيش عليه واللي بيرضى عليه. قدي هذا الإنسان ممكن يكون إيجابي وممكن يكون سلبي في حال فقد عقله وامتلك عقله. هذا مشروعنا الآن، وهو بعنوان 24 إيراد، تأليف ريم حنا وإخراج الليل حجو. نحن الآن بعد المنتصف من المسلسل، وعلى موعد في رمضان إن شاء الله على قنوات العربية إن شاء الله. تحية للجروب اللي معاك الكل طبعا ليأمن هذا العمل، تحياتنا لهم دون استثناء الكل، اللي نعرف أنه العمل يحب تركيز، يحب بذل، يحب عطاء، يحب إبداع أيضا، حتى يخرج العمل متكامل متناسق للجمهور اللي ينتظر في شهر رمضان المعظم هذا العمل. أنا وسلوى حبينا نسمعك حاجة، شهادة من الشهادات اللي تسمحها وتعطيني رأيك طبعا على الهواء مباشرة. اسمع عاب. فنانين مضي عليهم فترة من الزمن من خلال وجودهم بعالم الدراما والتمثيل، أوكي؟ لما يكونوا قدام عابد فهد بيبقى له رهبة خاصة، يعني بيصير عندهم خوف نوعا ما أنه أنا واقف اليوم قدام عابد فهد بدور معين رح أشتغل، فأنا لازم أثبت حضوري تمام قدام عابد فهد. يعني هو وجوده ضمن الوسط الفني له رهبة، يعني معروف عن عابد فهد كممثل كمخرج له رهبة خاصة. ففي فنانين، يعني أنا الكلمة هي قال ليها مرة عبد المنعم عمايري، إذا بتعرفه عبد المنعم ممثل محبوب وعلى بالكوميديا نجح، بالدراما نجح كتير حلو، عمل حضور حلو. عبد المنعم بيخاف لما بيوقف قدام عابد فهد، بيخاف. عابد فهد باللوكيشن عصبي، يعني عنده الشغل شغل ما في مزح. يعني في بعض الأعمال هو يشتغل فيها كمخرج، في ممثلين قالوا لي لما بيفوتوا على اللوكيشن المخرج عابد فهد بيخافوا، ما عنده، لأنه ما في عنده مساحة للخطأ أبدا، ما عنده مجال للخطأ، وما عنده الخطأ لا يغتفر. شنو رأيك يا عابد؟ هلا أعتقد شوي الأمور، يعني لا أريد أن أقول مبالغ فيها، بس يعني أنا مش هيك الحقيقة، يعني ما ولا بشوف الفن بهي الطريقة الحقيقة. ما التكميم اللي عم يدلي بدولي دلو، أو مين اللي قال رأيه، ما عارف مين الشخص. هذا هي مطرب، مطرب من المطربين، هو مطرب طبعا فنان يغني ويتابع في مسيرتك ويحبك برشا برشا برشا، يحبك يا عبد حبيبي. شكرا كثير. طبعا يعني الحرص مطلوب والدقة مطلوبة، ويمكن الحرص الشديد أو عدم الوقوف في الخطأ أو عدم تجاوز
يعني التنازل، أنا لا أقبل بالتنازل. يعني يمكن هذه الحرص وهذه الجدية والالتزام بالمواعيد والبحث عن الجديد وإلى آخره يمكن تضع الآخرين أمام هذه المسؤولية، وأنا أحد المسؤولين في هذا المشروع يعني عن نجاحه أو عدم نجاحه، وبالتالي يمكن ينعكس على الآخرين برحلة معينة أو بقلق معين أو إلى آخره. بس بالأخير نحن عم نعمل فن في حوار في تواصل بكل بساطة بتناغم فني حتى نقدر نحقق النتيجة المرجوة والمطلوبة. بس ما في عصبية على الإطلاق يعني ولا توتر، يعني بالعكس كل ما كنت عم تكون دقيق بمهنتك أو هو نوع من الدقة أو نوع من الحرص الشديد. يمكن هلا أحيانا ما بيكون المزاج يمكن ما يكون كتير يعني متوفر، وأنت بتضطر أن تستحضر الشخصية وتستحضر ما يجب أن تقوله أمام الكاميرا لمشهد معين أو مشهد ما ربما يكون صعب، فبتبقى بعزلة بهذه اللحظة بعزلة بنفسك، وهذا يمكن ينفهم أحيانا غلط. أكيد عبد المنعم عميري بيعرف هذا الشيء اللي عم بقوله وهو محترف، وبتشكر يعني هذا القراءة للحظة، هي قراءة للحظة وليست شخصية أعتقد. نعم تفضلي سلوى. نعم نجمنا، أنا شخصيا من المعجبات جدا 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 بتمثيلك وأدائك حتى بمختلف الشخصيات، مع العلم أنه يمكن أنا إعلامية ومذيعة وبتقابل مع كتير ناس، إنما كنت عم أقول له لمجيد أنا عم برجف أوريدي يعني هلأ وأنا عم بحكيك، عندك الوهرة والشخصية القوية يلي مش خوف، بالعكس أنا ما بخاف، إنما معجب كتير بهالشخصية. ومعروف عنك بأداء المسلسلات يلي أديتها، بالإضافة لأنه أنا حأتطرق شوي لحياتك الشخصية، إنما بدي أعود شوي للمسلسلات لأخذ رأيك فيها. المسلسلات التركية هي المتفوقة، مع العلم أنه الدراما السورية حاليا بأوج النجاحات والمعالجة الدرامية اللي بتشبه حياتنا. شو برأيك أنه هل الدراما التركية أو السورية هي الأقوى أو الأنجح؟ الدراما السورية، الدراما العربية الأقوى والأنجح. يمكن المواضيع هي اللي بتقرر الحقيقة، والعمل له علاقة، العمل السوري له علاقة بالبيئة، يعني البيئة اللي هي اللي بتحكي عن تفاصيل الحياة، تفاصيل المجتمع، تفاصيلنا نحن. يمكن التقنيات الموجودة بالمسلسل التركي هي اللي بتختلف. الفرق انه هناك عمل تركي، عمل طويل الحقيقة، يعني يتجاوز 60 حلقة و 90 حلقة. هو هذا السبب، يعني التطويل بالحدث او المراوغة على جذب المشاهد فقط للمتابعة، لمتابعة المسلسل. المسلسل العربي هو يضع الأحداث بيد المشاهد بجرعة كبيرة، يعني هذا الفرق بين العمل التركي اللي هو عمل له علاقة بالشو. أنا أحترم العمل التركي، يعني أحترم التقنيات والأسلوب اللي بيشتغلوا فيه، وهذا بده جهد كبير. بس المعادلة تختلف، يعني ما في في رؤية استراتيجية أو العلاقة بالتسويق، يعني ليس البحث عن الربح المادي بتطوير الحلقات. الاختزال هو أفضل كثير من الإطالة. أنا هذا الفرق بين العمل العربي والعمل التركي. في المسلسلات اللي أديتها اللي هي الولادة من الخاصرة وسنعود بعد قليل، الاثنين بيتناولوا قضايانا يعني الحياتية اللي هلا عم نعيشها. أي عمل منه لامس مشاعرك شخصيا؟ الحقيقة الاثنين بمسوني من الداخل، يعني الفرق هو الفرق ما بين
المعادلة اللي لها علاقة بأسلوب التأليف. يعني الولادة من الخاصرة وعمل بيتحدث عن الأزمة، بيتحدث عن الحالة السورية بأسلوب مباشر ربما يكون أو صريح أكثر. سنعود بعد قليل عمل شوي مختلف عن الولادة من الخاصرة بآلية التأليف أو بالمشاعر أو بالنوستالجي بالحنين. هذا الفرق، بس اثنين بالأخير مهمين واثنين بيصبوا بهدف واحد. إذا نرجع شوية الولادة من الخاسرة، رغم النقد اللي لقاه طبعا هذا العمل، رغم النقد ذكرت، إلا أنه نجح يعني بنسب كانت كبيرة جدا على مستوى الوطن العربي لضخامة العمل لما طبعا يتضمنه من مواضيع ذكرت سلوى منذ قليل، يعني المواضيع الحياتية الاجتماعية اللي نعيشوها حاليا، يعني تحاول أنك تنقل صورة للمجتمع وللواقع. بالتأكيد العمل الذي ينقد فهو مثير للجدل. أنا رأيي هو عمل استقطب الكثير من المشاهدين. يعني دائما الشجرة المثمرة ترمى بالحجارة. الولادة من الخاسرة مسلسل لامس المشاهد العربي بحقيقة يعيشها. يعني ما بنقدر نقول انه العمل غير ناجح، او النقد ليس لا يعني بانه ناجح او لا ناجح. الولادة من الخاسرة هو مسلسل قرأ ما يجري بجرأة، استطاع ان يصل الى قلب المشاهد بقوة، ربما بجرح احيانا من المشاعر، ولكنها تحتاج اليها احيانا العمل لكي تستيقظ أو لكي توقظ عند المشاهد ما غفي عنه أو ما غفله أحيانا، أو ربما كان يعيش بجانبه أو يعيشه ولكن غفل عنه. يعني أنت دائما تحتاج إلى أن تضيء، أن تنير، حتى لو كانت الكلمة تجرح أحيانا أو المشهد يؤذي، ولكن هو ماذا تريد، ما ستفعل بعد أن ترى ما يجري؟ يعني هناك حدث كبير أو انفجار كبير أو حريق كبير حولك، كيف عليك أن تطفئه؟ فالعبور يجب أن لا يكون سهل من خلال الحدث أو المشهد الدرامي. في انطباع عنك أستاذنا أنك ابتعدت عن الدراما السورية، مع العلم أنه مسلسل ألم حمرة بيقول أننا سنبقى في سوريا وسنعود إلى سوريا وسننجب أطفالنا في سوريا. كيف شو هالتناقض بين أنه الإشاعات أو الانطباع اللي اتخذ عنك والمسلسل اللي أديته؟ يعني شو بتقولهم للجمهور أنه ليه قالوا عنك هيك؟ يعني أنا شخصيا متابعة لكل مسلسلاتك، وأنت ما بعدت أبدا. ما يعني بنظري أنت ما بتعدت عن الدراما السورية، بالعكس أنت عملت حتى مزيج ما بين المصري واللبناني بتحديد في العديد من المسلسلات. بس ليش قالوا هيك، طلعت هالإشاعات أنه أنت ابتعدت؟ يعني شو بتقولون للمستمعين؟ أختي سلوى، أعتقد الجواب ما يعني هو ضمن السؤال اللي انت طرحتيه. صحيح. يعني اكبر شاهد هو الولادة، وهو سنعود بعد قليل، وهو ألم حمرة، وهذا ليس يعني ليس ابتعاد عن الدراما السورية. يعني شوفي، اكثر من انه الواحد يقدم مسلسل او يقدم مجلس او يقدم مشاركة كبيرة من هذه الاعمال. وما اعتقد يعني نوع ما لا أدري، ما بعرف شو بحبه وما بحب أوصفه بأي شيء، بس في غلط بالتوصيف. مع العلم أستاذنا أنت ابن مسرح كمان، وحسينا أنك شوي بعدت عنه،
أين أنت من المسرح حاليا، مع أنه أنت كنت تحت تجمع أداة اسم إحدى الآلهات القدامى، كنت تأدي إشياء كتير على المسرح وانتقلت إلى المسلسلات. المسرح موجود فيك وأنا بعرف، لأنه في متابعة لإلك كمان كنت عم بقراها، أنه أنت قلت أنه المسرح في إشياء بتطلع منك ارتجالية وهي هيدي الأقوى بالتمثيل، هل هذا صحيح؟ هذا صحيح. يعني ليس هناك اثنين يختلفون على هذا الرأي. المسرح هو مكان، هو يعني هو أبو الفنون، وهو أبو الفنون كما. بس الظروف الآن، يعني الظروف الآن لا تسمح بمسرح حقيقي. يعني المسرح كبير، وما نشهده الآن يحتاج إلى مسرحيات الحقيقة. هو ما يمنعني هو الظروف الحقيقة. الظروف الآن التي تجري في سوريا هي تبعدني عن المسرح. يعني إن شاء الله يعني يكون مسرح الآن أو تجربة مسرحية قادمة. في حوار دائما نسعى أن نكون على خط المسرح، لكن الظروف. أتمنى أن تعود سوريا إلى ما كانت عليه، وأن يكون هناك مسرح جديد يلم كل العالم وكل الناس على خشبة واحدة وبصوت واحد وبلغة واحدة تجمعنا بإذن الله قريبا. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. إن شاء الله. أمين يا رب. أمين يا رب. عندك برشا جمهور وبرشا ناس تتابع فيك الليلة وتسمع فيك الليلة عابد. عندك من سوريا، من بلادك، من موطنك برشا اللي يحيوك، وأول ما عرفوا أنك معنا يعني على الهواء وتتالت المساجات الكل يعطيهم الصحة. وعندك ناس تحبك يعني بصدق، برشا 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 يحبوك، حتى ولو أني باش نقدم لهم الليلة تحية. الناس هذوما من مختلف الأماكن، ولو تشوف عدد اللايكات، عدد الأعجابات كم. ف يعني محمد يسلم عليك، مالك عابد فهد نجم سوريا الأروع، تحياتي ليك. هذايا من جرمانة. أحمد أحلى ممثل، وشكرا يا خويا، شكرا ليك. ركزونا على الضيف، احنا إعلاميين يعني، خلونا جانبا، ركزونا على الضيف، أحلى إعلاميين، شكرا ليك. رباح مرديني بشكرك على هذا الاهتمام، وأشكر عابد على الأعمال اللي قدمها. هي رباح سورية لكن موجودة في دبي حاليا. ريهام أيضا من جرمانة. عابد فهد إنسان صادق قريب من الناس، فنان محترف ومحبوب. يزن أبو قاسم أفضل ممثل، شكرا لك يزن، هو سوري أيضا موجود بدبي. نايل سوري موجود في تركيا، أروع ممثل وأخلاق عالية والله، متواضع جدا. ماهر رحال موجود بسعودية، سوري أيضا، منور حبيبنا عابد. فؤاد تحياتي ليك. فاخر أيضا زريبي سوري موجود باللاذقية، وهو دكتور أيضا، أحلى ممثل، شكرا ليك. تحية للبقية. والله ما شاء الله المساجات، ما شاء الله على المساجات الكل، حب كبير. هذا يدل على شيء، يدل على تعلق جمهورك بيك، على الناس زادة اللي راهنت عليك ووثقت فيك ووثقت في هذه الأعمال اللي بتقدمها، حتى تكون أنت قريب منهم برشا. بالتأكيد لولا هؤلاء يعني ليس هناك لك مكان في هذا العالم. كل ما تعمله، كل ما تقدمه، كل مسؤولياتك تجاه يعني المواضيع اللي انت بتتبناها او اللي بتقدمها للجمهور، لازم يعني لازم ان يكون هناك احترام للمشاهد قبل كل شيء. هي مسؤولية، وهي العلاقة بالأخلاق، العلاقة بالضمير، العلاقة بالواجب، يعني مش واجبك تجاه يعني هذا العالم اللي هو بيشوفك واللي بيتابعك. كلام كتير يعني لا ينتهي تجاه مسؤوليتك يعني ومهمتك ومهنتك ومحبتك لإله، انك تكون وفي لإلهم وتكون وفي لنفسك وفي لهذا العالم، لهذا المشروع الفني. فبالتالي لما تحترم هؤلاء المشاهدين وتحترم نفسك، فبعتقد راح تقدم شيء مختلف. هذا يعني راح تكون
يكون يعني حقيقي. يعني اهم شيء انك تقدم الحقيقه لا 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 يعني الاخر. نعم هم يا عابد حتى مع هذه التحايا ومع هذا الاعجاب جت معهم مجموعه ايضا من الاسئله رغم حبهم الكل لكن يحبوا يسالوك. لكن احنا برنامجنا بما انه فني البرنامج يهتم بس بالفن وفقط يعني فماش مجالات اخرى ان نخوضوا فيها. عديد الاسئله ايضا من الاسئله علاش عابد فهد دائما محايد؟ لماذا لا يحدد موقفه من اللي صاير حاليا في سوريا؟ هل هو كذا او كذا؟ يعني يا اما مؤيد يا اما معارض. علاش انه الى حد الان لم يصرح علنا؟ لماذا هذا الحياد؟ عديد الاسئله اللي تيجي من تاتي من المستمعين حبيت اني انسقها لك علنا على الهواء مباشره عابد. هذا شو بيقدم يعني او شو يعني؟ انت على توافق مع كل الاراء مع 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 كل اللي كان معارضا او كان مواليا ولا بالأخير في إنسان بالأخير في حوار بحترم مواقف الجميع ولكن أن تحترم موقفي أيضا. أستطيع أن أتواصل أنا وياك ونقدر نحافظ على هذا البلد نقدر نحافظ على هذا الوطن. أنا دائما بقول إنه هناك إنه هذا البلد الكبير هذه سوريا العظيمة هذا المكان اللي الجغرافي التاريخي الذي تعرض لكثير من الحروب وتعرض لكثير من المؤامرات منذ التاريخ إلى هذه اللحظة. هذا لا يقدم شيء. أنت إلى أين إلى أي مكان تنتمي أو إلى أي جبهة أنت تحارب وتقاتل؟ أنا أسعى دائما لنكون مع بعض. نحن نصرخ بصوت واحد هذا المكان للجميع هذا المكان نحن العيش المشترك. هذا أهم رسالة نقدمها الآن. البلد يذوب ويختفي من أيدينا. سنبقى على مواقفنا أنت من تكون على إلى أي شيء تنتمي. هذا يعني أننا نسعى إلى ما يريده العدو أو 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 ما يريده أو ما يريده الخراب لهذا المكان. أنا ضد الانتماء إلى بشكل أو بآخر إلى 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 جهة معينة. عندما نصرح إلى شيء إلى أي مكان تنتمي أنت هذا هو موقف يسعى إلى العداء وإلى التفرقة أيضا. نحن مع العيش المشترك العيش المشترك وإلا نحن نضع نفسنا في خندق الخراب وفي خندق التخريب وأن نخسر هذا البلد وأن نساهم في دمار. نعم ردك زميل يا عابد. أستاذنا لقد أديت العديد من الشخصيات والأدوار يلي طبعت أو حفرت بمعنى صارت بصمي بحياتك. أي من الشخصيات يلي هي زرعت هالبصمي وأي شو هو أجمل دور أديته؟ هذا مربك كثير هذا السؤال يعني ما بقدر أميز دور عن دور الحياة بقدر يعني بكون كلهم ثابت فيهم وكلهم حاولت انه اقدم فيهم الشيء ما بعرف يعني بشهور الحقيقه يعني متعدد الادوار متعدد الامس يعني بكل دور في مشاهد معينه انا استمتع فيها او اعترف يعني بكل تواضع بانه انا يعني عملت في اشياء مختلف أو شيء مهم. بيضل العمل التاريخي هو الأقرب إلى قلبي الحقيقة يعني اللي هي الأدوار الصعبة مثل الحجاج وظاهر كيبرس في حقيقة يعني أنا بشوف أنه هم كتير مهمين يعني على صعيد الأداء أو على صعيد السيناريو والحوار وعلى صعيد المشاهدة بيضل هدول كتير أقرب. بس في حالات بيمر فيها الفنان او يعني او المشهور مثل حضرتك حالات عدم التوازن والاستقرار يعني هي اي انسان بيمر فيها وبيعيشها وخاصه اللي بيكونوا مشهورين. كيف قدرت تتجاوز عدم الاستقرار والتوازن يلي ممكن يواجهها ممثل مثل حضرتك؟ هلا اكيد عدم الاستقرار متوفر الحقيقه يعني في عدم استقرار. التوازن هو يعني هي تجربة من تجارب الآخرين يعني السقوط خطر جدا
عدم التوازن هو يعني أكثر السبل للسقوط. يعني أنا رأيي الفنان كل ما كان عم يشوف البانوراما بحياة الآخرين ويتعلم ويستفيد منهم بيقدر يضل متوازن. ما معناته أنك أنت نجم أو أنت مشهور أنه تفوت توازنك بالحياة. كل ما كنت توازن كل ما تشوف الواقع كل ما تقدر تكون قريب منه كل ما تقدر تختار أدوارك صح. والمسألة بسيطة جدا غير معقدة. الأعاب فهد طبعا الجمهور اللي باش ينتظر هذا العمل الجديد اللي تصوروا فيه اللي منكبين كلكم حاليا لإتمام هذا العمل حتى يكون جاهز إن شاء الله في شهر رمضان المعظم، يعني قديش مزال لكم وقت وتكملوا هذا العمل يعني يتم إنجاز هذا العمل يعني تخلصوا هذا الشغل؟ أعتقد في لأيام رمضان المعظم في الأيام الأولى من شهر رمضان أعتقد سننتهي من 24 إن شاء الله. والتصوير كله في لبنان ولا فما أيضا في أماكن أخرى؟ لا التصوير كله في لبنان، الأحداث كلها تجري في لبنان ليس هناك أماكن أخرى. نعم نعم إن شاء الله هذا العمل طبعا يلاقي كل المسلمين العرب الموجودين من الزملاء من القاهرة و ومن لبنان وسوريا سيأتون إلى لبنان لإتمام كل المشاهد إن شاء الله بإذن الله. فما عمل آخر إن شاء الله في الانتظار ولا ستأخذ راحة في شهر رمضان حتى هيك تتنفس نفس عميق؟ الحقيقة سأبدأ تصوير بعد حين بعد انتهائي من البلوك الرئيسي اللي هو في 24 العراب اللي مسلسل إنتاج سوريا دولي شركة سما. هناك مسلسل بعنوان العراب سأشارك فيه وعمل سيارة بعد رمضان إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله بالتوفيق طبعا في مختلف هذه الأعمال كلها وديما منور. أنا عندي سؤال شخصي لأستاذنا الكبير عبد الفهد. شخصي هذه قوية شوية شخصي. أنا بوجه تحية للإعلامية الرائعة زوجتك زينة يازجي، وحضرتك ممثل معروف جدا وكبير وهي إعلامية كبيرة معروفة، كيف قادرين تتفقوا فكريا أو ما بدي أقول إنه فنيا أو إعلاميا، إنما شو كيف التوافق ما بين الإعلام والتمثيل، يعني كيف بتوصف لنا إياه؟ كتير سؤال ذكي جدا ومهم خمسل، والحقيقة يحتاج إلى وقت إلى زمن مضاعف، يعني أن تحقق هذه المعادلة تحتاج إلى حكمة وإلى حب الإصغاء الآخر إلى الآخر. مهمة صعبة، مهمة زينة اللي بتقول فيها هي مهمة صعبة جدا، وأنا أيضا يعني أمام هذا المشروع الطويل أو الكبير أو الصعب الموضوع الدراما التلفزيونية بنشوف بعض بعين يعني بعين حقيقية بعين صادقة، نراقب بعض، نستمع إلى بعض. فما نقد ولا لا عابد يعني بيناتكم يعني فما نقد وإلا لا جدا يعني وجود زينة كان كثير مهم لحياتي، وجودها كان له علاقة بالخيار أو الاختيار. عندما يكون شريكك له رأي يعني مؤثر بالحياة ومؤثر بالمجتمع فعليك أن تكون بالمقابل على نفس يعني على نفس الوتيرة أو على نفس الوزن الحياة. فنحن شركاء بتاخد رأيك بشيء يعني هي أو أنت بتاخد رأيها بشيء تستشيرها دائما يعني الترمومتر مثل ما بيقولوا. اي جيد حلو كثير حلو كثير. مع العلم في ناس أراء صعب كثير يعني احيانا يعني احيانا بتعبني
اي واعترف واحد من اهلها. اي نحن بنحييها عبر اذاعتنا. اعترف واحد من اهلها. اي الله يخليك. لا هي حلوة يعني، شوفوا هذا التكامل وهذا الحب، والله يديم العشرة إن شاء الله بيناتكم. والنجاح راه يأتي من الاستقرار، يأتي من هذا الحب اللي جاي من البيت يطلع حتى البرة. صحيح العمل فيه مزاجية، العمل أحيانا فيه مشحنات، العمل فيه أحيانا أنك تكون رايق زي ما تقول بالسسمه بالسوري ولا باللبناني. أحيانا الإنسان ما يكونش مهيئ يعني حتى نفسيا، لكن مع التضاربات هذه والاختلافات هذه كلها العائلة تبقى ديما عائلة هي مقدسة. وهي صحيح الممثل يطوف 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 يطوف، لكن مآله في الأخير إلى بيته. بالتأكيد كل ما تقوم به بحياتك الفنية هو إلى بيتك، يعني في رسالة وفي تاريخ أنت بدك توقع عليه، أولادك إنهم بدهم يشوفوه بالمستقبل، فأنت رح تترك لهم إرث فني، وهذا واجبك. وإن شاء الله يكون يعني بالمستوى المطلوب، وإن شاء الله يكون تكون الرسالة كتجب. أنت بدك تحترم هذا اللي عم تقوم فيه، وهدول أولادك بدهم يقولوا إنه بابا كان هيك، بابا عمل هيك. يعني عرفت، بدك تكون زوجتك بالمقابل بدك يعني كمان بدك تقول لو لو لأولادها إنه بابا كان عنده أعمال، كان عنده طموح، قدر هيك تعدي حياته كذا 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 إلى آخره. هذه يعني هذه القراءة دائما بين السطور، المشهد بين المسلسل وآخر، بين الفيلم وآخر، لازم تكون يعني واعي تجاه وتحترم أسرتك واعي. نعم النجم الغالي، أنت تسوقني لسؤال آخر، هل أرضيت عابد فهد ولا مازال؟ مازال حقيقة مازال الكثير، مازال الكثير. أنا يعني بالتلفزيون إلى حد ما يعني قدمنا الكثير من الأعمال، ولكن هناك تعطش للسينما، تعطش للفيلم السينمائي. يعني أحيانا بقول إنه يعني الحجاج بن يوسف ليش ما نو فيلم سينما، ظاهر بيبرس ليش ما نو فيلم سينما، الولادة من الخاصرة ليش ما بيكون فيلم سينمائي بيشوفوا العالم وبيدور بالمهرجانات؟ ليه دائما أدعى إلى المهرجان وليس في شعبة فيلم سينما؟ يعني ما لا أدري، ما لا أدري هذا القدر إلى أين، لماذا يعني ليش السوق، ليش الجمهور السينمائي أو المنتج السينمائي يعني للأسف يسعى إلى الفيلم التجاري؟ وأنا طبعا أرفض أن أكون بفيلم تجاري، ولا أعرف أن أؤدي فيه مشهدا واحدا. يعني فدائما في عتب وفي حزن في داخلي إنه الفيلم، أين الفيلم؟ يعني لماذا لا يكون هناك خلال هذه الرحلة الطويلة عشرات الأفلام؟ يعني لماذا؟ ف ما بعرف، يمكن ما بعرف، لا أدري، ربما هذا هو. كم بدي أسأل أستاذنا عابد فهد، أول شيء تحية لزميلتنا حبيبة قلبنا زينة يازجي، إن شاء الله منشوفها بلقاء كمان مميز، لأنه أنا شخصيا بحب أنه يكون عندي لقاءات مع إعلاميين مثلنا ومع أساتذة كبار مثلك أستاذ عابد. إن شاء الله أحاول أوصلكم مع بعض بأسرع وقت ممكن. أي شكرا شكرا إن أستاذي. شاء الله، أنا بيسعدنا جدا جدا، شكرا كثير لك. بنعرف أنه بشخصيتك عندك رح أكون مبسوطة. شكرا، بإذن الله قريبا إن شاء الله، إن شاء الله نحاول أنه قبل شهر رمضان أن نعمل إن شاء الله لقاء معها بإذن الله، هذا واحد مني. بكل سرور بكل سرور. شكرا الله يخليك. تفضلي سلوى، هي عندها سؤال، تفضلي سلوى. سؤال أخير، بنعرف بشخصيتك أستاذ عابد أنه عندك قلق، من شو بتقلق؟ من شو اللي بيقلقك؟ مصير اي مشروع طبعا. مصير اي عمل فني انا بقول فيه دائما هذا القلق بيعيش بخلاياك، بيعيش بين ايديك وبين بعقلك بحواسك، يعني هذا القلق اللي هو يعني اللي هو حبك للنجاح، حبك للتطور، حبك لانك تقدم شيء جديد.
وبعدين كلياتنا بعتقد مشترك بقلق واحد. يعني نحن بهذا العالم العربي عندنا قلق واحد هو انه الوضع، يعني امتى رح نكون نحن اصحاب القرار بهذا العالم. يمكن هذا احد الاشياء اللي هلا عم نعيشها بهذا اليوم، يعني ببكره وبعد بكره. يمكن هذا اكبر قلق عم نعيشه، انه نحن مين وليش، رغم انه تاريخنا وحضارتنا كبيره إلى آخره. نعم. أنا بهي اللحظة هذا شعوري، يعني بقلق إنه أنا هل سأعود إلى سوريا؟ هل سوريا ستعود كما كانت عليها؟ هذا قلقي الكبير، يعني هذا قلقي فقط الآن. يعني إن شاء الله ترجع لسوريا وإن شاء الله تستقر الأمور وتكون أحسن من ذي قبل بإذن الله، لأن الواحد دائما يحن إلى بلده، إلى وطنه، إلى أهله، إلى ناسه، إلى المكان اللي ترعرع فيه واللي نشأ فيه واللي يعني نجحت، يعني نجحت من سوريا. هذا الواحد ما يقدرش أنه ينكر، وإن شاء الله إن شاء الله العودة تكون أجمل بإذن الله في ظروف تكون طيبة وظروف تكون مستقبل. كلنا معنيين بأن تعود سوريا، كلياتنا يجب أن نسعى، يعني ليس فقط يعني التمني لا 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 يقدم ولا يؤخر، يعني ما يجب أن يكون هناك أصوات تدافع عن هذا البلد. كلنا لازم ننادي كعرب إنه لماذا سوريا هكذا؟ هذه الحرب التي دمرت هذا البلد لم تحصل في التاريخ، ليس هناك حرب في العالم جرت كما تجري الآن في ما جرى في سوريا. هناك 70% من هذه المدينة دمر على الأرض، يعني لا أدري بأي حق هذا جرى، ومن هم أصحاب القرار في هذا الدمار، يعني ليش؟ يعني سؤال كبير وعريض، هذا بده حلقة منبلش بأولها وبعدين نكفي الحوار إن شاء الله يا ربي. وأكيد اللقاءات ما زالت إن شاء الله تتتالى مع بعض، وما زلنا هذا كلقاء أول الليلة في لمع الفم. نحي طبعا الإذاعات الكل الليلة اللي بثوا معنا، أيضا حي الألماز ميكس، نحي إذاعة تطوين، حي كل الإعلاميين، كل اللي في مجال الفن واللي حاولوا يتواصلوا معنا. جميع إلى كل المستمعين أرجو أن تتابعوا كل أخباري على ألماز مع سلوى، ولكم كل المحبة. عادت الله يخليك على هالسينياتير هالإنضاء الخاص. إن شاء الله طبعا مزيد من التوفيق، مزيد من الدعم، مزيد من التألق، ومزيد من المحبة. النجمنا الغالي عابد فهدي اللي نورتنا الليلة في لمع الأفام، وإن شاء الله نلتقي على محبة، نلتقي يعني في التلفزيون إن شاء الله، نشاهدك في رمضان ونتابعوا الأخبار أول بأول، ونتابعوا أيضا هذا العمل الجديد بإذن الله. نورتني الليلة أستاذنا. شكرا شكرا شكرا، يعطيكم العافية، وإلى كل المستمعين إن شاء الله بتعيشوا بكل سلام وبأمان وتحققوا كل أحلامكم. إلى اللقاء. شكرا، تحية لك. شكرا من سوريا طبعا. لا إلك من أمريكا. لإلك وتألق النجاح الدائم مع محبتنا واحترامنا وتقديرنا لإلك وشخصك الكريم. شكرا شكرا. وسلوى من المعجبات، وسلوى اللي تحبك برشا 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 وتابع في مسيرتك، يعني من سنوات أنا نعرف أنه سلوى جدا تقدر عمل عابد فهد في أعمالك طبعا وفي شغلك، لأنك تتقن شغلك جيدا، وهذا اللي خلى الناس الكل تحبك وتحترمك. صحيح. احترام كبير. صحيح. شكرا. 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 نورتني أستاذي الليلة. شكرا للجميع، شكرا شاهد برمدة، شكرا باسكال مشعلاني، شكرا نادية منفوخ، شكرا العابد فهد نجمنا. الليلة سهرة حلوة طبعا مع النزوم الكل نورونا. شكرا للناس الكل، ملتقنا إن شاء الله الأسبوع القادم مع نجوم أخرين بإذن الله. تابعونا تسمعونا. شكرا لزميلتي من لوس أنجلوس سلوى، تحية لك سلوى.